Bonsoir les amis, ça va, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle on va travailler sur un examen régional qui concerne le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Donc, nous allons nous l'examen de l'année dernière pour euh, l'Académie de Fès, Rattrapage 2021. qui allons nous le chapitre 18e. Alors, le chapitre 18e

l'offre de préparation pour l'examen régional qui confie le travail sur les romans, et qui y la lecture, l'analyse, les figures de style, les cours de langue, le, programme, le travail sur la production écrite, les arguments, les questions de compréhension qui se dans les romans. Les gens qui sont intéressés par l'histoire de l'Obraoui y ou les de l'Obraoui Zid,

il qu'ils ne comprennent le texte, je des questions de compréhension facilement. Vous Alors, on commence. Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses. Mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. Voilà. Donc, il a la première phrase. Nous allons les résumés de Candide. Vous allez savoir où le passage. On est dans le chapitre 18e. exactement في ديك لابارتي اللي طلب كونديد وكاكامبو مشاو عند لو روا مشاو عند الملك ديال اين باي ديال ليل دوغادو. دونك ها انت شوف ملي نقول لك لو شابيت خدي عرف باللي حنا غنكونوا في ليل دوغادو. ليل دوغادو هو داك لو باي ماجيك داك البلد اللي ما كاينش ما كاينش في لا رياليتي ما كاينش في الواقع غير فولتير دخلوا لينا في القصه باش يجسد به ديك الفكره بلي هذا هو افضل العوالم ممكنه اللي هو ما كاينش على ارض الواقع متفقين فهذا هو لو باي اللي غادي يصدم كونديد انا كندوي مع الناس اللي هما فاهمين لو رومون متفقين الو بالنسبه ليل دو غادو ان باي ماجيك واحد لو باي اللي كان ماجيك كان اكسترا اوردينير هو اللي خلانا كاع نقولوا بلي هاد لو جونغ ليتيرير يعني النوعيه الادبيه ديال كونديد والوبتيميزم سي ان كونت مين تنقول لك ان كونت يعني واحد بحال واحد الحجايه بحال واحد القصه اللي هي سيغناتيغيل شي حاجه اللي هي ايماجينير كتدخل في داك الشيء ديال لو موند فونتاستيك شي حاجه اللي هي سحريه متفقين واحد العالم اللي هو سحري خرافي بهذا المعنى يعني هذا العالم ديال ليل دوغادو هو اللي غيصدم كونديد اللي غيوصلوا ليه غير باغازا غير على الله غادي يوصلوا ليه الوغ غيمشيو عند لو روا تقريبا غادي يدوزوا ان موا غيدوزوا واحد الشهر في هذا البلد وغيمشيو عند الملك شنو غايقول لهم فو فات <سؤال> ان سوتيز راكم <سؤال> تسطيتو سوتيز هي الحماق يعني راكم غديروا واحد الفعل <سؤال> <سؤال> اللي <سؤال> هو سخيف غادي تاخذوا ان موفيز ديسيزيون واحد القرار اللي هو سيء جو سي بيان كو مون باي اي بيت شوز انا عارف بلي هاد البلده ديالي راه واحد البلد اللي هو صغير ولكن كونط ني باسابلمون كيلك بار ملي كنكونوا في واحد المكان معين il faut y rester خاصنا نبقاو فيه اي موا جو ني با اسيغيمون

awlak le tableau récapitulatif. donc diima nta khas tkoun maitriser had tableau récapitulatif li le kaykon les lieux les personnages et les événements principaux alors men tchngoulak le chapitre 18 nous sommes ou fin hna hadouma li kayssom li qui 7 atto f le régional Alors, hna kaynin f l'el dorado f wa7ed le pays f wa7ed l'bled l'el dorado chkon homa les personnages qui gaykouno f had l'el dorado gaykon 3dna kakambo كاكامبو <مترجم> اللي هو هذاك لو فالي فيديل ذاك العبد ولا ماشي حتى العبد نقدر نقول له ذاك الخادم الوفي الكونديد اللي كان ديجا <مترجم> تلاقى معاه وعندنا كونديد طبيعه الحال اللي هو لو ايغو لو بيرسوناج برانسيبال البطل ديالنا وغيكون عندنا هذاك لو فييا شوفوا حتى العمر ديالو شحال كيبين لنا انه شي حاجه ما كيناش في لا رياليتي وغيكون ذاك الملك ديال ليل دوغادو الوغ انت بان لك بلي عندنا لو روا مذكوره الاسم ديال لو روا فغتفكر بلي حنا في لو شابيتر 18 الو الا قلتو <applause> معايا مزيان شنو غادي يوقع مع غادي يوصلوا الليل دوغادو دونك مع غادي يوصلوا الليل دوغادو شنو غادي يوقع آه غيمشيو لواحد بحال واحد لوطيل متفقين واحد المقهى وغيتهلاو فيهم مزيان ومني ملي غادي يتهلاو فيهم ما ما منهم كاع لاجون غايقولوا لهم لا سيدي حنا راه كنتهلاو في لي زيتونجي الناس اللي هما غرباء غيتصدموا هما يعني غيتصدموا بداك لوسبيتاليتي بديك حسن الضيافه متفقين فوالا من بعد هذاك السيد داك لوط داك المضيف اللي ضيفهم في ديك البلاصه غادي يديهم عند داك لو فييار واحد الراجل اللي كان كبير في السن هو اللي غادي يعاود لهم على كيفاش تا هاد لو بيي كاين في هاد المكان وحتى شي حد ما ساق ليه الخبر وشكون هما هاد الناس اللي كاينين فيه اكسيتيرا دونك هاد الامور كامله شكون اللي غيعاود عليهم لو فييار من بعد شنو غيدير هذاك لو فييار غيصيفطهم عند لو روا عند الملك ديال هاد البلد متفقين الو كونديد اي كاكامبو سون اكويي سون ان موا بار لو روا تقريبا داك لو روا غيبقى مستقبلهم عنده لمده ديال ان موا المده ديال شهر مي يل فول ريبارتير ولكن غيبغيو ريبارتير غيبغيو يرجعوا غيبغيو يخرجوا غيب 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 من هذا البلد اللي كان غيش كونديد اسبير غاشتا كينيغون كونديد كان كيتمنى انه ملي غادي يخرج من هذا لو باي غيدي معاه لارجون وغادي يحرر كينيغون تكون هي كينيغون هي سافيان نيمي هي هذيك الدريه اللي كان كيبغيها متفقين لو روا لور دون دي موطون، هادي هي ها لاباغتي اللي محطوطة في ليكزامان، هي هادي لو روا غادي يعطيهم دي موطون، غايعطيهم واحد الخرفان اللي هما غيكونوا بلان دو ريشيس عامرين بالغنى. متفقين دي ريشيس دي تريزور، واحد الكنوز، واحد الثروات، ايمونس اللي كانت كثيرة بزاف، اي لي زيد ا غوبارتيغ، اي لي زيد ا غوبارتيغ، يعني غيساعدهم أنهم يمشيو ويخرجوا من هذا البلد. حيتاش الخروج من هذا البلد كان صعيب بزاف، علاش؟ حيت دارين بيه لي مونطاني يعني دارين بيه دوك الجبال العاليه دونك هادشي كامل غادي نقراو فلو باساج متفقين الو الا مشينا للغيزومي ونزيدو نفهمو اكثر لو غيزومي دو شابيتغ 18 الو شنو غيوقع لو شابيتغ 18 دابا هما حطو لينا لا ديرنيغ بارتي ملي دي مشاو عند الملك وقالوا لي حنا راه بغينا نخرجوا من هاد البلد صافي يا سيدي راه بغينا نرجعو عند عائلتنا راه توحشنا كونديد توحش كينيغوند وهذاك كاكامبو غايقول له كونديد وراه انت غتكون عندك شي ميتريس تكون عندك شي عاشقه كتسناك في في اوروبا ايوا بغيتي نبقاو هنا ويلا نرجعوا للعالم ديالنا ونبداو معنا الغنى ونشريو شي مملكه حنا كاع نكونوا اكثر غنى من كاع الاغنياء ديال الملوك ديال القارات اللي كاين اسيا وافريقيا والعيبات المهم الوغ دونك شنو غادي يوقع في لو شابيتغ 18 فمن بعد ما غيستقبلوهم لوط اللي هو هذاك هادشي في لو شابيتغ 17 يعني في الاخر ديالو تقريبا غيستقبلهم هذاك لوط وغيديهم باش يتلاقاو مع ان فيا مع واحد الرجل عجوز دونك هذا الرجل عجوز اللي كان تري سافون كان عالم يعني عارف بزاف ديال لي شوز على هاد لو رويوم على هاد المملكه اللي هما فيها اللي هما شنو سميتها شنو سميتها الله يرضى عليك <تصليق> ليل دو فوالا تبارك الله عليك الو كاكامبو وكونديد اتوقع بيناتهم واحد لا ديسكوسيون واحد المحادثه مع هاد لو فيا راه قلنا لكم قبيله قلت لكم راه غيكون حتى هو ف مع لي بيرسوناج ألو فغادي يلقاو بلي هاد عندو اون غروند ساجيس عندو واحد الدرايه عندو واحد الحكمه كبيره على هاد البلد غايقول لهم بلي هاد البلد اللي نتوما فيه دابا حيت غيبداو يسولو او هاد البلد راه بحال ما <متبع> في العالم فين كاينين هما اكزاكتومون شكون هما الناس اللي ساكنين في هاد البلد غايقول بلي هاد المملكه اللي حنا ساكنين فيها راه هي الجزء القديم من لي يعني هي كانت واحد الملاد لدوك الناس اللي هما من الاسبان فوالا الو وعلاش حتى شي حد دابا ما قرب ليهم حيت هما بروتيجي حيت هما محميين بواحد الباريير دايرين بينهم الجبال واحد الباريير اللي هو عند الله ناتوريل اللي كيتكون من لي مونطان كيتكون من الجبال وكيتكون من دي ريفيير الانهار متفقين فوالا وغيعاود لهم اكثر على هذاك القانون اللي كاين في هذا البلد غيقول <applause> لهم بلي حنا ما كنامنوا حتى شي دين متفقين يعني ما كنبزو على حتى شي واحد شي حاجه ماشي داكشي اللي كانوا كيعيشوا في الشابيت خسيس وسات ولا انكيزيسيون والضباط ديال التفتيش ولا سيدي ما خاصناش نخالفوا الكنيسه يعني كانه فولتير دخل لينا هذا البلد باش يبين لنا باللي هذا راه هو افضل العوالم اللي في فيه لا ليبرتي فيه الحريه ما فيش دوك لي بريتر عقلت ولا لي بريتر هما دوك الكهنه لي بريتر هما دوك الكهنه متفقين وشنو تاني هاد البلد شنو فيه ما عند ما فيه لا لا ما فيش لا ما فيش السجن ما فيش دوك لي تريبونو ما فيش داك البرلمان والمحاكم ويحكموا على الناس وديك لوطو دافي ويحرقوا الناس داكشي اللي عاشو كونديد من شابيتر 1 حتى لو شابيتر هادوك المآسي ودوك لي مالور كاملين اللي عاشو كونديد وخلاو يتصدم ويتقتنع باللي هذا ماشي هو لو ميور دي موند بوسيبل كيف ما كيقول المعلم ديالو بونغلوس دابا سيدي كونديد غيقتنع باللي هاد البلد اللي هما فيه دابا راه هو اللي ممكن نقولوا عليه هو افضل العوالم ممكنه متفقين من بعد شنو غايدير ديك لو فييار غادي يصيفطهم بطبيعه الحال غيعطيهم السا ديال الخرفان اللي غادي نقلوهم وغيديهم عند لو روا غيديهم عند الملك الو كونديد غادي يكون ايمرفيي غادي تصدم بهذوك لي في اللي غادي يستقبلوه قدام القصر ديال الملك غادي تصدم بديك لا سال دي 30 دي ديك القاعه ديال العرش اللي كاين فيها الملك وغايقول ليه الملك اسيدي بلي راه ما عندنا لا سجن ما عندناش محاكم ما عندناش تريبينال ما عندنا والو ما عندنا لا برلمان لا والو علاش حيت العداله هنا تمارس من قبل الجميع تو سامبلومون متفقين يعني هاد العاصمه اللي هما فيها دابا كتمثل واحد لو <m> موديل دو فيل بارفيت لا فيل بارفيت ديك المدينه البارفيت المثاليه الرائعه اللي شنو كاين فيها الناس ما بالهضره ما بالفلسفه لا كيهتموا بلو ترافاي Il y a des scientifiques. Je connais pas les scientifiques où ils m'ont Alors, Candide et Kakambo sont très touchés par l'hospitalité du roi. يعني, je vais dans les derniers mois. Après un séjour, ils veulent regagner l'Europe pour éblouir.

راكم كترتكبوا واحد الحماقه علاش حيت راه الى ديفيسيل دو دي سورتي دو سو راه من الصعب انكم تخرجوا من هذا البي من هذا البلد ولكن غادي يساعدهم لا سوليداريتي إيه يل دون ان اورد غادي يعطي واحد الامر بور لو كونستروير اون ماشين غرانديوز يعني غادي يعطي واحد الامر باش العلماء ديالو يعني لي سيانتيفيك اللي كاينين في هذا لو بايي غادي يصايبوا واحد لا ماشين حتى هادشي كيدخل فشي حاجه اللي هي خياليه غيصايبوا واحد الاله كبيره اللي هي غادي ترونسبورتي غادي تنقل دو كاكامبو من دوك الجبال باش غادي يتهزو كاملين وغادي يتلاحو وغادي يخرجوا من هذا البلد الوغ اي فير لا فان اي دون سون موتون غير اون سون ولا سون دو موطون تقريبا شارجي دو فيفغ غي عطاهم تقريبا واحد 100 خروف اللي كان محمل بالطعام ومحمل بداك الذهب حيت الذهب كان مشتت في هذا البلد، اي دو بيغوغي ودوك الاحجار الكريمه، اي فوالا، وهذوك المغامرين ديالنا بجوج غادي يمشيو غياخذو لو شوما دي روتور فيغ لا رو لا روت دو لا كايين، يعني غياخذو الطريق ديال العوده لا كايين، فوالا. Voilà. هذا <applause> هو ليكزامان اللي تحط في هاد لابارتي هذا هو لو تيكست دابا انا شرحت لكم ماشي لو تيكست مي عطيتكم ان ريزومي سيغ لو باساج باش منين نبدا نقرا معاكم لو تيكست تفهموني متفقين الو ريفونون ا لو موطون نرجعوا ليكزامان فوالا فهنا لو روا شنو قال اليوم فو فيت اون سوتيز راكم كترتكبوا واحد الحماقه لو له دي لو روا الو واخا انا البلد ديالي راه صغير بزاف ولكن راه ما عنديش الحق انني نبقى حابسكم عندي متفقين يعني كانت لا ليبرتي سي اون تيراني كاين ني دون نومور ني دون نو لوا يعني هادي راه واحد الطغيان اللي ما كاينش لا في الاخلاق ديالنا ولا في القوانين ديالنا اننا نبقاو حابسين لي زيتونجي الناس الغرباء لا سيدي انا غنعطيكم لا ليبرتي خرجوا بغيتو تمشيو سيرو شغلكم هذاك تو لي زوم سون ليبر شوف معايا لي برينسيپ هادو هما الافكار هادو هما لي زيدي فيلوزوفيك اللي كيمررهم فولتير لمن لهذوك لي فيلوزوف جميع الناس احرار يعني هنا كي انسيستي على لا ليبرتي يعني لا ليبرتي ايت نيسيسيتي شي حاجه ضروريه دابا فولتير كيمرر واحد الافكار عن طريق واحد القصه خرافيه فهمتوا البلان كيفاش كيدير يعني كيبين دوك الناس دابا اللي قاري لي شابيت غيفهموني اكثر بارتي كون فو فودري سيرو وقت ما بغيتو مي لا سورتي اي بيان ديفيسيل ولكن الخرجه راه صعيبه الي تامبوسيبل دو غومونتي لا ريفيير راه من الصعب انكم تصعدوا في داك النهر

متفقين لي سيونتيفيك طيب غادي نعطي هذوك امر العلماء ديال لي ماشين شو دابا الناس وصلوا لشي حاجه ما عرفتش فين كتصور دونك هادشي كامل كيدخل في ليماجيناسيون الوغ غادي نعطي الامر للعلماء ديالي دون فيغ ان انهم يصايبوا لك واحد لا ماشين يصايبوا لكم واحد لا ماشين كي بويس فو بو ترونسبورتي اللي تقدر نقول لكم هاد فو كترجع لا كونديد وكاكامبو كوموديمون يعني بسهوله كونطون فو زورا كوندوي او ريفير دي مونتاني Quand on vous aura mené à la fin de la journée, personne ne pourra vous accompagner. Je vais vous dire il vous puissiez vous accompagner. Allez, à la réponse car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte. Et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Ajoutez-moi la phrase. Donc, je vais vous dire il faut que vous puissiez vous accompagner. لا 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 دونك تبع معايا قال لهم مني غادي نقلوكم الجزء السفلي ديال الجبال حتى شي حد ما غادي يرافقكم هذيك الساعه تبقاو بوحديتكم علاش كاغ سوجي شكون هما لي سوجي كنقولوا لي سوجي دو روا هما دوك الرعايا الرعايا اي ملك عنده داك الخليفه والرعاية ديالو حيت الرعايا ديولي داروا واحد النذر داروا واحد الامنيه بانهم عمرهم غادي يخرجوا من هاد بهذا السياج ومن هاد المملكه عمرهم ما يخرجوا منها يعني الناس اللي هما اتاشي بلوريجين ديالهم ما يقدروش يخرجوا من الاصل ديالهم اي ايل سون ترو يعني راهم حكماء بزاف عندهم واحد الحكمه كبيره باش انهم يغومبغ لوغ فو يعني يكسروا هاد النذر اللي داروا ليه. بحال الانسان دابا ملي كيدير واحد النذر يعني كيعطي واحد الوعد وراهم حكماء بزاف باش انهم يخلفوا بهذا الوعد ما يمكنش يخلفوا غومبغ يعني كاسي يعني غيبتوغي يعني, يعني, يعني يقدروا يكسروا هاد النذر اللي داروا ما يقدروش

le roi rit, le roi radit hak. Ou régulé hum. Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre bougeon. Mais emportez-en tant que vous voudrez et grand bien vous fasse. Le roi radit hak. Et le roi qui est le bon, il est ici. je ne conçois pas. Anna, je ne peux pas me faire. Je ne peux pas me على شنو هو المذاق اللي عندكم نتوما الناس ديال اوروبا لهاد الغيز ديالنا الصفر اش كيعجبكم فيه اش بغيتو الو مي ولكن خذوا كاع داكشي اللي بغيتو اي غران بيان فو فاس ايوا ديك الساعه غتلقاو غير الخير الو هنا الملك غيعطي لوغد il دونا l'ordre sur le champ يعني غادي يعطي الامر sur le champ يعني في نفس الوقت sur le champ pardon sur le champ ça veut dire غيعطي الامر بسرعه

3000 بون فيزيسيان تقريبا شحال من واحد غيخدم على هاد الاله هادشي كلو سو سون دي زيكزاجيراسيون مبالغه ايبربول كيزيدو فيه شويه حيت هادشي ما في لا رياليتي تقريبا واحد ثلاثه ديال الالاف فيزيائي اللي هما يي ترافاييغ يعني خدموا على هاد الاله ال في بريت او بو دو 15 جوغ تقريبا صيبوا هاد الاله فواحد المده تناهز 15 يوم متفقين دونك هنا الاخوان يعني تقريبا شحال بقاو في هاد ليل دو غادو بقاو فيها ان موا بلوس هاد لي كانز جوغ يعني تقريبا واحد 45 يوم هما في ليل دوغادو عقل على هاد لي كيسون اي نو كوتا با تقريبا ديك الالة ما نو با يعني ما كوتا يعني ما كومون بو دون دير يعني الثمن ديالها يعني ما ما وصلات الثمن ديالها تقريبا غير واحد 20 مليون دو ليفر ستيلينغ موني دو باي يعني هذه العمله اللي كانوا كيتعاملوا بها شو حتى الفلوس عادي ما كاين حتى مشكل اون سيغ لا ماشين يعني حطوا فوق ديك الاله حطوا فيها كونديدو كاكامبو فوالا

وعارش واحد خمسين خروف عامرين بالذهب وبالاحجار الكريمة وبالديامو تقريبا واحد سان دو موطن لو روا امباراسا طوندرومون لي دو فاغابون دونك لو روا عنق بطبيعة الحال هاد عنقهم و يعني عانقهم وصافي كانت النهاية لخر ديال الشابيتر لي زويتيان دابا غادي نوصفو هداك لو سبيكتاكل سو في بون سبيكتاكل كو لوغ ديباغ يعني كان المشهد ديال الرحيل ديالهم كان زوين بزاف كان واحد الطريقة رائعة هي لا مانييغ انجينيوز، دونتيل فيغ ايس، يعني الطريقة البارعة اللي ترفعوا بها اوغ اي لوغ موطون، هما والخرفان ديالهم. او دي مونطان، يعني فوق الجبال. تي كله كيدخل في، يعني دابا فهمتوا فولتير كيفاش كيفكر؟ لي فيزيسيان بخير كونجي، لي فيزيسيان اللي هما العلماء اللي صنعوا هاد الآلة، خداو واحد الراحة، من بعد ما صنعوا هاد الآلة، ومن بعد ما نقلوا هاد الناس في أمان. إي كونديد ني بلو دوطخ ديزير، كونديد ما كانت عنده سوى رغبة واحدة. و هدف واحد هو يمشي يقدم هاد لي موطون ديالو لي ماداموزيل كينيغوند بلا فوالا جي دوفوني غيش اصبحت غنيا نو زافون دي تشيل دو كوا باي صاحبه صاحبو كاكامبو غيقول له وراه دابا راه عندنا باش نخلصوا هذاك لو غوفيرنور داك اللي كيصوق داك القارب ديال السفينه اللي كاين في باينوس ايرس عقلتو عليه هذا لو غوفيرنور هو اللي دابا شاد مادموزيل كينيغوند يعني قال لها غتزوجي بيا الوغ غيمشيو عندو يعطيو الفديه وياخذوا لي مادموزيل كينيغوند يعني غيخلصوا عليها مارشون فيغ لا كايين يلاه نمشيو نحو لا كايين لاحظتوا شي كامل شفتوا في الريزومي اون باركون نو اون باركون نو يعني يعني مونتي سيغ ان باطو يعني الذهاب في البحر اي نو فيغون اون سويت كيل رويوم نو بورون اشتي ومن بعد نشوفوا شنو هي المملكه اللي نقدروا نشريوها فوالا هذا هو ليكزامان متفقين دونك هاد لا بروميير بارتي

فراه ممكن انهم ينخطوا معنا في عرض هذا الامتحان الجاوي مازال لو طون باش انكم تريكيبيغيو لي سيونس اللي فاتوكم الله يسهل عليكم الله يصليكم ان شاء الله تجيبوا دي تري بيل نوت إن شاء الله